في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 828 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 314 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 111 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 990 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان و18 بندقية قناصة و114 بندقية و93 بندقية آلية و64 مسدساً و699 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة ل1780 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 444,141 حكماً قضائياً، من بينهم 1,744 حكم جناية، 161,333 حكم حبس، و216,517 حكم غرامة، و64,547 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 30 متهماً، قاموا بارتكاب 32 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 79 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 109 متهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2,890 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 3,188 متهماً، من بينها قرابة 2,202 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 3,266 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 115.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 24 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يزيد على 42.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 51,979 قرص مؤثر و 54,037 قرص ترامادول مخدر و 1,751 قرص كيبتاجون،
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 198 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.